الراوي يقول أنا كنت في خدمة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام طلب ماء، جابوا له طاسة مي، الإمام عليه السلام شرب، بعد ما شرب بالعافية دمعت عين الإمام الصادق وقال سلام الله على الحسين ولعن الله قاتل الحسين. يقول بعدين التفت إلي قال والله ما من مؤمن، اسمعوا هاي مهمة هاي الرواية، ما من مؤمن ذكر عند شرب الماء عطش الحسين ولعن أعدائه. شوف عزيزي أنت أقلن أقلن كل 24 ساعة مرة تشرب مي، ممكن بأكثر حتمنا بأكثر صيفا وشتاء، بالصيف بأكثر تشربون، لما تشرب الماء عليك بالعافية قول سلام الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله يزيد وأصحاب يزيد، لعن الله قتلة الحسين. هذا ما يمشي فراغ، لا، الإمام الصادق يقول من شرب الماء وذكر عطش الحسين ولعن أعدائه، عد الرواية الآن صحيح صريح، كتب الله له ثواب 100,000 حسنة، واحد، رفع الله له 100,000 درجة، اثنين، غفر الله له 100,000 سيئة، ثلاثة، كتب الله له ثواب 100,000 عتق رقبة، يعني كأنك مشتري 100,000 عبد أعتقتهم في سبيل الله. مقام عظيم للإمام الحسين سلام الله. اذكروا الحسين قديما كانوا يقولون اشرب الماء واذكر عطش الحسين سلام الله. مو شكل